ضيف اليوم معروف بالأدوار المفبركة والصعبة، ومؤخراً خفت مشاركته بالأعمال. رح نحكي عن هيدا الشيء خلال الحلقة. شادي حداد، أهلا وسهلا فيك، بنعرف عنك. أهلا فيك إلي. قبل ما نبدأ خبرني كيفك بهيدا الوضع. يعني مثل أغلبية اللبنانية عم نقطع بوضع صعب بتصور، ومثل العرب ما نقطع المرحلة، يعني كل البلاد تقطع بظروف صعبة. نعم. كنا نكون عنا إيمان قوي ونجرب نصمد قد ما نقدر، وعرفة بشي صعب خاصة مع الغرض كتير كبير، بس بدنا نتكل على ربنا بهالوقت الصعب الكتير صعب لنقطع المرحلة الصعبة. أكيد أكيد. الفقرة الأولى الماضي، كيف اكتشفت موهبتك ومين يلي شجعك على دخول مجال التمثيل؟ من أنا وصغير يعني بحب التمثيل، بالمدرسة على طول كنت شارك بكل الأعمال المسرحية، وبحب يعني هذا الشيء خلاص بيخلق معك بحب هذا الشيء. أنت مين شجعني؟ ما حدا، أنا لحالي بلشت. أول شيء بلشت بالLBC أعمل دوبلاج، كنت بعد كتير صغير كنت بالمدرسة. نعم. وبلشت كل الأعمال شوي شوي، بين أعمال مشتركة بين لبنان وسوريا، بين لبنان ومصر، نعم، أو لبنان وغيره وغيره وغيره. طيب، بحوزتك العديد من الأعمال التلفزيونية والأفلام، بس ما رح نلحق نحكي عنها كلها. أنا اخترت لذلك الأبرز، رح أبدأ مع أولى أعمالك اللي هو مسلسل شباب وبنات بعام 96. خبرني القصة وراء مشاركتك فيه، وهل هو إنه حدا طلب وراك أو ببساطة أنت عملت كاستينج وقبلوك؟ شباب وبنات، إذا مش غلطان أستاذ باسم نصري، يمكن إخراج أستاذ باسم يمكن. نعم. لا بكل بساطة بعدني كنت بعد نبلش جديد يعني. صح. شاركت بكذا عمل وقت تلفزيون لبنان، أدوار كتير صغيرة، أول شيء كتير صغار الأدوار، يعني إنه بلشت إذا بدك سلم فشخة فشخة، درجة درجة يعني. نعم. لا بعت وراي واشتغلت يعني. ما أنت بس بلش تشتغل، لأنه بيشتغل أنا بالLBC وبتعرف أنت محاط يعني بكل الممثلين. صح. وبكل يعني الأشخاص اللي تشتغل في عالم التلفزيون، فبتعرف يعني خلاص بتصير القصص، يعني بتصير في كيف تعارف بيناتكم، وبتصير يعرفوك وهيك يعني بتبلش القصة. وبلش مع أستاذ باسم قبل، بتصور يمكن إذا مش غلطان عامل يمكن عمل كمان مشترك يمكن بين لبنان ومصر، يمكن بعد كمان دور صغير ماني كتير مذكر، بس أستاذ باسم مذكر شباب وبنات ترى. نعم. يعني بهذيك الفترة وبلش كل الأعمال شوي شوي، من أدوار أكبر لأكبر لأكبر لأدوار السورية. يعني من بين الأعمال اللي أنت شاركت فيها رح أذكرهم، بس رح أختار بالآخر واحد منهم اللي هو الأبرز. شاركت بالسبيل عام 2002، عصر الجنون 2004، نضال وبال 2007، مجنون ليلى بال 2008، ودكتور هلا بال 2008 كمان. بظن هذا المسلسل مثل ما قلت هو الأبرز والأشهر بمسيرتك، يمكن بالنسبة لي، يمكن بالنسبة لغيري. بعد كتير أعمال تانية مثل بين لبنان ومصر، أكيد بين سوريا، أكيد أكيد، بس هيدا الأبرز بعده لهلأ عم ينذكر وينعرض كتير وينعاد. يعني من الأبرز جبران كمان، لا عندك جبران، خلي جبران كمان. مزبوط مزبوط. الملك الثائر اللي أخذ درجة كتير كبيرة كمان. نعم. لا هو الأعمال كتير كبيرة، في أعمال كتير للأستاذ نجدة أنزوري اللي أنا اشتغلت معه. نعم. بلشت إذا بدك بالأعمال المشتركة بين لبنان وسوريا مع الأستاذ نجدة البان أرب. نعم. كثير أعمال، كثير أعمال مشتركة، إن كان بلبنان صبرت أو بسوريا أو بالأردن. نعم. هو يعني ما وقفت عندهم بس. أكيد. وعصر الجنون أكيد قلت حضرتك مع الأستاذ مروان بركات اللي انعرض يمكن طريقة كتير كبيرة بكل الدول العربية، وهذا كتير ساهم بشهرة عربية.
هذا العمل من أكثر الأعمال اللي ساهم بشهرته عربيا هو. وفي كمان عمل الأستاذ نجدة مسلسل كمان كمان تاني كمان ساهم بانتشاره عربيا. نعم. رح كنت عم بسألك أنا عن عن دكتور هلا. أنت لعبت بهذا المسلسل دور شقيق ريتا برسونا يلي ميل للشرب والسكر كمان. هيك أدوار قديش بتطلب من الممثل وقت حتى تندرس وتتنفس، وقديش بتقضي وقت بس يخلص التصوير كله تطلع منها للشخصية؟ أنا إجمالا أنا الأدوار اللي هي المركبة هي اللي بتشدني أكثر، مثل دكتور هلا، مثل جبران، مثل الحردينة، مثل كمان روبي، نعم. كثير أدوار تانية يعني شاركت فيها. هول الأدوار اللي عن جد بدهم مجهود كثير كبير لينعملوا، بس هو اللي بيخلق لك تحدي بينك وبين حالك، بخليك تتقدم أكثر ب نعم بنفسيتك كممثل قدام حالك أول شيء قبل قدام الناس. بيتطلب أكيد طاقة كتير كبيرة، لأنه أنا نعم بشتغل على الشخصية من جوا ومن برا، يعني أنا بلبس الشخصية من برا وبلبس الشخصية من جوا مع اختصاصيين، يعني كان مع معالجين نفسيين بلتجي لهم لأقدر لأقدر إذا بتقول كون هالشخصيات، أو لا كمان اشتغل على شكلهم الخارجي إن كان مع اختصاصيين بالميك أب أو الشعر أو التياب. يعني نعم خلاص بس بتفوت يعني مش إنه أنا أكون عم بلعب دور حدا كتير فقير وأنا لابس مثلا مش بعرف براند كتير نعم انترناشونال براند، ويعني ما بتزبط. بتشتغل بدك تلبس الشخصية من برا ومن جوا هتقدر أنت تقتنع أول شيء، نعم إذا طلع بالمراية تقول أنا هذا الشخص مضبوط، أنا هذا الشخص. هلا إذا أشياء تاريخية مثل مظبوط جبران خليل جبران أو الحديني أو شخصيات اللي عن جد أو دور المسيح مثلا، هو الأشياء كمان برجع بصير عندي مراجع تانية. يعني نعم أوقات مثلا بجبران كثير التجيت لأساتذة من الأدب العربي لشوي كونت أكثر شخصية عن جبران. نعم الأدوار الدينية كمان بكون عندي كمان نعم بلتجي لرجال الدين، بلتجي أكثر للكتب الدينية أكثر لكون حلو هالشخصية أكثر وأكثر. حلو يعني هو القصص هيدي اللذة بالتمثيل بالنسبة لإلي. نعم التصوير هو تطبيق للأشياء اللي أنا كنت عم بحضرها. طبعا نعم طبعا هذا الشيء كله بكون تحت تأكيد، أنت بكون حكي أنت والمخرج يعني أكيد والكاتب أنت كيف عم تشتغل، لأنه بالأخير الشخصية اللي أنت عم تلعبها هي مسؤوليتك مش لوحدك، هي مسؤولية الكاتب، المخرج، يعني شركة الإنتاج. يعني هول هي إذا بدي أقول عمل مشترك يعني بين كل هالأشخاص لا يطلعوا على الشخصية والشخصية تطلع على المسلسل نعم ويطلع للعالم يعني. بس ما في شك إنه هو تحضير الدور بالنسبة لي هو لذة، بيعطيني لذة كتير كبيرة أكثر من التصوير. التصوير بيكون هو تطبيق، لأنه خلص بتصير علمي مزبوط يعني. مزبوط الأشياء الصعبة بتكون أكثر بتحضير الدور أكيد. نعم أكيد مثلا أوقات مثلا بلعب لكنات لعب الدور مثلا أوقات بفيلم إنسان شريف اللي أخذت فيه هلا رح بقطاع تحكي عنه. فيديو. نعم فهولي مثلا اشتغلت على اللكنة الفلسطينية، رحت على الكم الفلسطيني، شفت كيف بحطوا اللفة وكيف اللكنات. هو القصص يعني بدايات صغيرة بس هول كتير مهمين ليكونوا لك شخصيتك نعم وتلبس شخصيتك إذا بدي أقول. نعم كنت بدي أسألك هذا السؤال، جاوبت عليه لحالك. إيه تفضل. عن إنسان شريف كنت بدي أسألك إنه شو اللي كان مميز وباللهجة وهيك، أنت جاوبت علي لحالك باللكنة يعني ايه قصدي. انه بس اول شيء السينما غير عالم عن التلفزيون نعم كليا صراحة. يعني انا شاركت كثير اعمال سينمائية وهلا صورت مؤخرا فيلمين سينمائيين كمان. ف حلو السينما عندها لذة غير. اول شيء طريقة الشغل بتكون ابطأ، يعني انت بتكون عم تصور اوقات مشهد بالنهار، نعم بينما بالتلفزيون اوقات بتكون عم تصور شو بقى يمكن 10 مشاهد بالنهار. يعني هالفرق، يعني لانه
تقنية السينما تختلف عن تقنية التلفزيون بالتصوير، عم بحكي تقنيا، وحتى انت بأدائك، لانه ما فيك تبالغ بالاداء، لانه انت عم تحضر على شاشة كتير كبيرة، وادائك ببين كتير كبير اذا انت عم تشتغل سينما. بلغت شوي بطريقة التعبير في التلفزيون، لانه هذا الشيء كمان بيأثر على الشاشة، ما انت لانه التعبير وجهك حيختلف على السينما، حبينا على شاشة كتير كبيرة بطريقة مبالغ فيها. فالسينما دايما عندها اذا بدك طريقة معينة او حرفية معينة بالشغل، وإلى نكهة كتير خاصة. أنا بالنسبة لي السينما شيء كتير حلو، لأنه بتخليك تحلم السينما لما تروح تحضر أفلام سينما. أنت بتنقي تحضر أفلام سينما بالسينما، التلفزيون بالبيت تحضر بتنقي أوكي بتحضر، بس السينما أنت بتقرر تظهر من بيتك وتروح السينما تحضرها، هذا شيء كتير حلو. الأفلام شاركت فيها مثل إنسان شريف اللي أخذ فيه جائزة أفضل ممثل عربي بمهرجان كارتاج للمخرج جان كلوب قطفي، أكيد كان له هيك معنى حلو هيك كمان، كان حلو لأنه كمان حكيت لك من فلسطيني بقلبه. فهيك هول قصص حلوين، لأنه مثل ما قلت لك أنت عم تلبس شخصيتك من برا ومن جوا، وهذا شيء لذة بالشغل صراحة يعني. طبعا غير مشاركة، أنت لما تعمل فيلم سينما، الأفلام السينمائية بتخليك كمان تشارك بمهرجانات عالمية، تظهر مثلا كارتاج، مثلا إنسان شريف راح على قطر، غيره من المهرجانات، قصة ثواني كمان دبي وغيره من المهرجانات. هاي مشاركة حلوة، وأنا صراحة أنا عالم السينما كتير بيستهويني يعني، سبق وشاركت كتير مهرجانات عالمية مثل كان، مثل غيره من المهرجانات، دبي، أبو ظبي، الصيف شارك بمع المهرجانات الكبيرة، قطر، مصر، القاهرة، شاركت كمان في لجنة التحكيم ببلجيكا، عضو لجنة التحكيم ببلجيكا. حلو. فهول وقريبا هلأ كمان راي على البحر الأحمر لشارك قضية شرف بمهرجانات مهرجان البحر الأحمر بالسعودية اللي رح يصير بجدة. فهول المهرجانات والسينما بين لك العالم كله أحلام وكثير حلو، رغم أنه السينما هي قريبة أكثر للواقع، لأنه إجمالا الأفلام السينمائية هي أكثر قريبة من الواقع. حلو، نعم مزبوط. في كمان رح أذكر أنك شاركت كمان مثل ما قلت أنت بفيلم قصة ثواني ومسلسل روبي بعام 2012، بس ما معي كتير وقت أحكي عنهم، فحبيت بس أذكرهم. بس من بعدها ما عدنا شفناك بأي عمل لـ 2015. بـ 2015 أديت دور سيد يسوع المسيح بفيلم من أجلكم، فيك تخبرنا شوية عن مسيرتك وكواليس هيدا الفيلم الضخم اللي بيجسد حياة سيدنا يسوع المسيح؟ أول شيء نحن كنا العالم العربي يعني كان عم بيقطع بهذه المرحلة، بمرحلة كتير صعبة، الربيع العربي وفيها الاتحادات فيها يعني هالحروب اللي كانت بعدها موجودة بعد ما خلصنا يعني. هلأ إجا دورنا يعني، نحن كنا غلطانين ذات الشيء للأسف، شيء بزعل. فأنت كممثل تصرخ، أنا كممثل قررت أصرخ على طريقتي، أصرخ على طريقتي بعمل قدر أنقل هالصرخة، صرخة الوجع اللي عم يعيش الوطن العربي، يمكن من خلال القتل لما كنا عم نشوف كتير قتل للمسيحية، يمكن الأقباط بمصر أو غيرهم بكل المنطقة العربية إذا بدي أحكي، على الجوع، على الحرب، كل هالأسى اللي كان عم بيصير بالشرق الأوسط إذا بدي أحكي، حبيت أصرخ على طريقتي كممثل من خلال هالعمل، وقول إنه عن جد بكفي يعني. إذا أجى هلأ يسوع على الأرض شو بقول؟ بقول إنه أنا هون من أجلكم. فكرة العمل طلعت تقول إذا أجى المسيح على الأرض وشايف كل هالجرائم اللي عم بتصير شو بيعمل؟ هذا كان هدف العمل. طبعا اشتغلت مع الأبشان سواي وعملت معه كمان فيلم قديس كريسين، فيلم الحردين اللي بالنسبة لي كان عمل كتير مهم. هول أعمال اثنين من أعمال كتير قريبين لقلبي، لأن بركة لحياتي المهنية والدينية.
وطبعا ما في شك احنا قدمنا العمل للحبر الاعظم واخذ ضجه كثير كبيره لانه كان استقبال كثير حلو من الحبر الاعظم، وقدمنا له هالعمل كصرخه وجع من الشرق الاوسط لنقول بكفي قتل، بكفي بكفي جوع، بكفي فقر. فكان له ما له هيك ميزه كثير خاصه. ما في شك انه دور المسيح من اصعب الادوار اللي انا لعبها. أكيد. طبعا ما في شك الادوار الثانيه صعبه، دور المسيح لانه المسيح اول شيء انت عم تشتغل شخصيه عالميه، شخصيه العالم بيشوفوا فيها اذا بدي اقول الايديال، يعني الشيء الوجه الكامل ما فيك تمزح فيها ولا نكزه، ما فيك تخدشها لانه انت عم تلعب بشخصيه خطره. فكان صعب الدور صراحة، لأنه أول اشتغلت على الشكل الخارجي متنقلت، اشتغلت مع الأستاذ نبيل سلامة المكياري اللي الأرتستيك ميك أب اللي عايش باليونان، اللي إجي خصيصا إنه يعمل ميك أب لألي كمان لهذا الدور. طبعا مع اختصاص كمان تزيين كمان ميشيل زيتون وغيره من الاختصاصيين، لانه عم تلعب شخصيه ما فيها مزح صراحه. كنت كل وقت عم تلهم وكل وقت عم بسال عم ادق التفاصيل كيف عم بطلع كيف طالع قد ايه مقنع هاي الشخصيه، والحمد لله نشكر الله العمل اخذ درجه كثير كبيره ان كان بلبنان ولا برا، وشاركت فيه بمهرجانات شاركت بمهرجانات كثير عالميه مثل بامريكا بروما وتم اختياري بمهرجان فاتيكان السينما كمن افضل ثلاث ممثلين بالعالم اللي اشتغل دور المسيح، ولكن شرف لإلي وتكرمت بهالمهرجان على هذا الدور على هذا الدور. فهو إضافة كثير كبيرة للإنسان للممثل وكل شكر لمسيرته الفنية. حلو حلو. يعني أنت رجعت غبت من بعدها لفترة ما بعرف إذا هي 3 أو 4 سنين بال 2019 رجعت شاركت بفيلم يربو بعزكم يلي بتدور أحداثه حول 4 أشخاص متجاوزين من خلفيات اجتماعية مختلفة بيجمعون القدر بمستشفى بمستشفى ذاته للولادة بحيث أنه بتخلف الزوجات الولاد هونيك بهالمستشفى وبتصير الأمور تخرج عن السيطرة تماما. للعلم الفيلم كتير لذيذ، بس فيك تخبرنا عن كواليس شخصيتك هالمرة فيه، مش أنه الفيلم الشخصية بالفيلم. مثل ما انت قلت انه بحكي عن اثنين كوبل. كوبل من غني وكوبل من طبقة فقيرة بيتفردوا بالمستشفى مثل ما انت قلت. بيصير في احداث ما رح نحكي عن فيلم لانه فيلم رح يظهر باول ديسمبر بالصالات السينمائية. للاسف احنا كان اول الافتتاحية كانت 17/1/2019 يعني نهار يلي بدا انطلقت فيه الثورة. كنا نحن عم نفتتح الفيلم وطلعنا على الدنيا خربانة وبينا كل هالوقت مع انه كانت فرقات كلها مليانة بالبورد واعلانات بس ضلوا ينعرض هو ما هيك؟ ما نعرض الفيلم. بده يرجع ينزل. لا ما نعرض الفيلم. لا ما نعرض الفيلم ابدا. بده يرجع نعمل انطلاعة تانية بال 2020 بالشباط نحط له بروموشن لينزل وعملوا اللوك داون فما نزل الفيلم. نعمل كم عرض خاص جدا خاص من قبل الميلاد لكن لا يروح رايعه لمساعدة المساعدات كم جمعيات خاصة طعنا بأعياد الميلاد. كان فعلا كان كتير 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 صغير يعني كم عدد عودات كتير خاصة. بس العمل اللي حينزل نقلرب بأول كانون الأول 2021 بعد 15 يوم 2021 عم بحكي بكل الصلاة الإبنانية. أكيد ده فيلم كتير كتير لذيذ بيحكي عن حالة إنسانية حلوة عن طبقية بالمجتمع اللبناني. أنا بحكي عن ابن هاتف السياسي كتير مهم بنحب بهذا الموقع. أنا بكون متزوج من امرأة اللي هي عم تلعب دورة فاميلا الحك والكوكل الثاني اللي هو عمار شلق ورولا بأصماتي ما حفظ الألقاب لكل الزملاء أكيد أو بنتلاقى بهالمحل. فيلم كتير لذيذ ومهضوم أنا فيه حبيت الشخصية وفيه بالأخير رسالة إنسانية إنه قد ما الإنسان على شأنه أو كبر شأنه
بضل في اللمحه الانسانيه تجمعنا سوا. كثير حلو رساله التيم، اتمنى العالم اكيد يحبوه أكيد. ويلاقي الاستحسان، وهالمره اكيد ان الله راد العالم يحضروه لانه ثالثه سادسه. بدي أسألك شو سبب هالغياب المتقطع، يعني قبل 2015 وبعد 2015، ليه هالقد عم تطول الغياب؟ هل السبب شخصي أو في شي سبب تاني؟ لا أنا أجمل بتأنى بالأدوار اللي بتجيني، يعني ثقبة الأدوار اللي وصلت إجتني ما كانت إذا بدي أقول يعني خلص توصل لمحل انت بتصير انت بدك تضلك عم محافظ على قصص عم تعملها، ما بدك ترجع لورا. فالقصص اللي اجتني ما كانت يعني ترضي طموحي ولا 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 اذا بدوت مسيرتي الفنيه. فانا بتأنى بادواري، يعني انا طلع بأسفل نشكر الله عم تتعامل كثير من الافلام كثير من الاعمال، مش بس سوري افلام، لا مش كثير، لا بس انا اذا بتطلع بمسيرتي ككل عامل اعمال كثير، ما بدي ارجع لورا ولا بدي اخسر كل المسيرة. عم بتأنى ومني يعني مني ما عم بشتغل بهدف المادي لأنه الحمد لله مني محتاج يعني لأشتغل لأنه عندي مهنتي كمعالج فيزيائي هي بحد ذاتها بتعطيني مثلا بقدر أعيش بدون ما التجي للتمثيل، يعني التمثيل لإلي هو شغف أكثر ما هو مهنة، هو حب. ما بدي أخلي هالشغف يتحول لمهنة بس لأطلع مصاري منها. طبعا ما في شك انه انا يعني بطلب اللي لازم اطلبه ك بمسيرتي الفنيه، بس ولكن ثابت بهيدي الفتره الادوار اللي انعرضت علي ما كانت يعني ترضي طموحاتي ولا مسيرتي. نعم. اعتذرت، يعني انا كثير انا بعتذر اكثر ما اقول ايه صراحه بشغلي. نعم. بس هذا السبب يعني، وانا ما يعني ما بعرف دعوة على شركة الإنتاج يقول إنه أنا بدي هيك، لا يعني يلي بده يمين بيعرف بمن هيك. بدي أسألك كمان شو محضرنا على المدى القريب؟ صورت فيلم اسمه على صراط الطريق، بطولتي إلى جانب طبعا جوليا قصار، بكي توتل، ما حد الألقاب لهالممثلات كتير كبار يلي نفتخر فيهم، ميرنا مكرزل، سنتيا كرم، ما حفظ الألقاب كلها حلو أكيد. أغلبهم كانوا ضيوفي. نعم. إطلالة خاصة ل هيام أبو جديد، ولا دانيال، دفع طرباي، عماد غالي، شربل الزيدي، وغيره من الممثلين، كمان معنا ربا زعرور، وغيره من الممثلين يلي عن جد هيك يعني نفتخر فيهم بوطننا العربي بلبنان. فيلم كتير لذيذ، هو فكرتي بس كتابة جوزيفين حبشة وفكرة كمان سيد أنطوان خليفة، إخراج لارا سابا وإنتاج وكندا فيلمز، مع إنتاج كمان مشترك لـ ARC. هلأ إحنا خلصنا فيلم لنا كذا شهر، وهلأ عم نعمل إديتينج وكل البوست برودكشن يعني. فإن شاء الله ينال أعجابه لأنه حلو الفيلم كتير، ولح ينعرض وتصور أغلبيته ب وادي النوبين. كثير مهضوم، تجربة كثير حلوة لإلي لأنه صرت عم بعمل فيلمين لهم طابع أكثر إذا بدي أقول فكاهي شوي، مبسوط على التجربتين. حلو. رح أنتقل معك للفقرة الثانية اللي هي الأسئلة السريعة. رح أطرح عليك 21 سؤال على السريع، جاهز؟ يلا. أكتر شغلة بتحب تعملها كل يوم خلال النهار أو لما تفيق وما ممكن تتخلى عنها؟ أهم شيء بس حط عيني بصلي، يعني هذا شيء بحس حالي غلط إذا ما بصلي. نعم. وسبور أكيد وأشرب مي، هول ثلاث أشياء ملازمين. بس الصلاة لإلي بس حط عيوني لازم صلي، وقبل ما أغمض عيوني لازم صلي، هول اثنين، لأنه بتقول بدي اتكل على ربي بنهاري، بدي اشكر ربي باخر النهار. هيدا الشيء شغله كثير كثير اساسيه وبتعطيني سلام وبتعطيني قوه بنهاري ما فيني استغني عنه. حلو. اكبر ادمان عندك اياه على شو؟ ادمان كثير بحب الشوكولا. حلو. وكثير بحب السينما، هول الشغلتين هيك بحس عندي في كثير يعني عم هيك اجوا على راسي، اذا بتفكر اكثر يمكن كنت بغير تفكير
بحط نعم هيك شوي على راسي هلا اسرع شيء يعني. حلو. طيب أكتر شيء بخوفك شو؟ بخاف على لبنان صراحة، يلي عم بيقطع مرحلة كثير صعبة هلا. هذا الشيء بخوفني يعني، عامل لي صراحة مشكلة اللبنانية يلي عم نعم يقطعوا هالظرف النفسي الكبير. خايفين على لبنان لأنه لبنان عم يوجعنا كلنا، ده شيء نعم بيعمل لي خوف، بيعمل لي قلق من هالأرض يلي عن جد ما بتستاهل غير كل شيء في خير. هذا الشيء بخوفني على لبنان أكثر شيء. نعم شغلة ولا يمكن تظهر باليها وموجودة معك على طول. مسبحتي والصبي بضلوا زيت، هو الوقت ما في نفسهم ولا محل، وين ما بظهر يعني هو بضل عقيل زيت وين ما رحت. حلو. آخر عمل أو مسلسل تبعته؟ صراحة أنا ما كثير بفتح التلفزيون بالبيت، كلهم بيعرفوا، مش إنه أنا يعني إنه أنا كثير سبيسيال، بس ما عندي كثير وقت تابع. أوقات بتابع صراحة على السوشيال ميديا، على الأشياء الأونلاين هيك بتابع شوي صغيرة، بحضر هيك شو عشو صاير ب شو عم بصير، بس ما بتابع مسلسل كتابع مسلسل كامل أو شوف على التلفزيون. بحضر أغلبية الأشياء على ال نعم على ال يعني أونلاين، بحضر هيك شوي 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 من كل شيء يعني، شو في مسلسلات أو هيك، بس ما بحضر حلقة بحضر حلقتين هيك بس لأشوف، لأنه أول شيء ما عندي وقت أتعلق بالمسلسل نعم لأنه بصير بدي أتابعه كل الوقت. بحضر أوقات هيك الزملاء الرفقات شو عاملين يعني هيك بطلع عن يعني عن شو نعم شو عم بيصير بالوسط الفني، بس تتابع حلو بكل معنى جدية، لا نعم أكون عم كذب أو أكون عم يعني عم بتباهي بهالموضوع. نعم بس ما في شك إنه الدراما اللبنانية عم تتقدم بشكل كتير رائع وحلو، وأنا كتير مبسوط بهالتقدم كتير كبير نعم للدراما اللبنانية. نعم بدي أهني هالشركة الإنتاج الكبيرة مثل الصباح، مثل إيجل فيلمز وغيرهم من نعم هالشركات الكتير كبار اللي عن جد عم بيخلوا الأعمال اللبنانية كتير أعمال عندها انتشار عربي كتير مهم. هذا الشيء حلو بيرفع من شأن الأعمال اللبنانية ومن شأن الممثل اللبناني وانتشاره عربيا. نعم شو الكلمة اللي بتمحيها من القاموس إذا كان فيك؟ الكذب، ما بحب الكذب أبدا. حلو. طيب آخر شغلة عملت لها لايك أو شير أو تبعتها على السوشيال ميديا؟ آخر شغلة عملت لها لايك عملت أو لها شير؟ شير، عملت نعم في عن لبنان، بحب لبنان دايما لأنه نعم بحب دايما أفرجي صورة للعالم عن وطن حلو. حلو صورة هيك أخذتها هي وعم بغيب الشمس، كنت نازل من حريصة وعم باخذ، كان رفقاتي جاي من برا هلا من كم يوم، نعم فهيك وقفنا بمحل عم ياخذوا درينك، فصورت هيك الصورة عم تغيب الشمس نعم بألوان بتاخذ العقل، لفرجي هالألوان اللي بتاخذ عقل، هالصورة اللي بحبها عن لبنان، صورة نعم لبنان الحلو يلي ما بحب تنمحى من ذاكرة حدا فينا، لأنه هيدا لبنان اللي بنحبه، هيدا لبنان اللي بنحلم فيه، نعم هيدا هالصورة اللي ما بديها تنمحى من لا من قدامي ولا من ذكرتي ولا من نعم بديها تضل موجودة. فهذا الشيء اللي عملته نعم على السوشيال ميديا. شو الشيء اللي بتعمله إذا كان هذا آخر يوم لإلك على الأرض؟ كفي حياتي عادي صراحة، حلو. إنه خلص الواحد ما يفكر إنه أنا ممكن موت هلأ، بفكر بالموت، الموت هو حق، هو عبور. أنا كإنسان ملتزم مسيحي بالنسبة لي الموت هو عبور للحياة الثانية، فبكف صح حياتي عادي. أنا يعني حاضر ساعات بده ربنا يخدنا يخدني، نعم أنا حاضر يعني ما بفكر بهذا الموضوع، بس إنه حلو حياة الموت هي كمان شقفة من مسيرة الإنسان، صح هي كفاية لمسيرة الإنسان إذا بدي أقول. حلو. طيب شو الشيء اللي بتحب تتعلمه بس ما عم بتلاقي وقت؟ أنا كثير بحب اللغات صراحة، يعني نعم هلا كنت عم أتعلم شوي اللغة اليونانية، كثير بحب اللغات لأنه أنا بالنسبة لي اللغات هي بتخليك شخص ثاني، يعني هي أنت عم تزيد على شخص، على أنت، على أنت، على أنت شو بتعرف شخص ثاني. وبحب السفر يعني بحب دائما أتعرف على حضارات بلاد ثانية،
حضارات نحن ما بنعرفها. يعني كمان هيك انا كثير بحب السفر، مولع بالسفر عندي. عم تقول عن لبنان، كمان نسيت لك شغله صغيره، انا مدمن على السفر، كلهم بيعرفوا انا السفر عندي شيء كثير مهم بحياتي. هلا طبعا مؤخرا هلا مع ضربه البنوك مش عم نسافر مثل قبل بالكورونا، بس انا انسان مولع بالسفر، مدمن على السفر اذا بدي اقول. فلقلي اتعلم شيء جديد، انا بحب اكتشف دائما، اتعلم لغه رات ما عندي وقت دائما اتعلم، جرب اوقات هيك اطلع خاصة إذا رايح على بلد مع حي ما بعرف شفته، جرب اتعلم شوي من كم كلمة واستعملهم بسفرتي يعني. حلو. طيب أكتر شغلة بتضايقك وأكتر شغلة بتبسطك شو؟ أكتر شغلة اللي بتضايقني وأكتر شغلة بتبسطك. نعم. صراحة أنا أكتر هلأ أكتر شيء مضايقني الوضع اللي عم نعيشه بلبنان، لأنه نعم. زعلان كتير 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 على هالهجرة الكتير كبيرة للطاقة الشبابية اللبنانية يلي نحن عم نفقدها بهالبلد، عم نفقد أهم شيء الثروة الإنتاجية الكبيرة اللي عم تنمي من لبنان. نعم. كتير هذا الشيء زعلني، كل ما أشوف صورة على السوشيال ميديا حدا نحتالي اللي مهاجر هالبلد كتير زعلان، هالكم الهائل من الهجرة شيء كتير عامل لي إحباط نفسي، انه لبنان عم يفقد هالثروه الشبابيه. نعم للاسف. يعني مستقبل لبنان، هذا الشيء كثير مزعلني صراحه، ما بنستاهل هذا الشيء اللي عم يصير فينا نحن. نعم. هذا كثير مزعلني صراحه. زعلان كمان على يعني هذا الشيء كثير عامل لي كمان مثل ما قلت لك دمعات هالامهات اللي عم بودعوا اولادهم على المطار. يعني من كم يوم شفت ام عم تصدق اولادها على المطار، عن جد دمعت، لانه عن جد قدر نحن ما نعيش هالأسى. يعني الأهل عم يودعوا أولادهم، هل دمعت الأهل هالغصة. نعم. غصة الأهل عن جد هيدي بتركع بلاد، هيدي الدمع عن جد هيدا ظلم، هيدا ظلم للأهل اللي عم بيعيشوا كل حياتهم بس عم بيتواصلوا مع أولادهم على السوشيال ميديا، لأنه مجبورين عم نقطع بلبنان ظرف كتير صعب، العالم محكومة تفل لهالظرف اللي عم نعيشه يعني. نعم. هذا شيء كثير بزعل صراحة. طيب الشق الثاني من السؤال، شو اللي بيبسطك؟ نعم. بيبسطني انه رغم كل شيء عم بيصير لحضل عندي امل، انا انسان مؤمن ما رح افقد الامل بحياتي، لحضلني مؤمن انه ربنا بيوم الايام رح مثل ما قام باليوم الثالث من بين الاموات، اكيد بلدنا بيوم الايام رح يقوم ويقول لهالكفار اللي هن السياسيين اللي هن عم يغرقوا ويساهموا بهالهجرة كثير كبيرة لشبابنا ولهالفقر والذل اللي عم بعيشوه الشعب اللبناني كلنا سوا، ما رح افقد الامل انه ربنا بيوم الايام رح يكون هو ياخذ لنا حقنا، حق كل شعب كلنا سوا، نحن المظلومين بهالبلد رح ياخذ لنا حقنا. هيدا الشيء اللي بفرحني، انه الرجاء والامل والايمان بربي ما رح حدا يكسره، رح ضلني محافظ عليه ورح ضل يعطيني فرح داخلي لأقدر كفي بهالعيش اللي عم نعيشه وهالظلم اللي عم نعيشه. نعم. طيب إذا حياتك مسلسل أو فيلم شو بتحط له عنوان؟ شو بسميه؟ نعم. بسميه مثلاً نعم. أنا اشتغلت كتير على حالي اللي عملت حالي. نعم. هالجهد إذا بدي أقول بقول إنه مشوار طريق، إذا بدي أقول إنه مشوار طريق كله طلعات ونزلات، مشوار طريق إذا بدي أقول. حلو. طيب موقف مضحك أو محرج تعرضت له؟ موقف مضحك أو محرج مثلاً. نعم. مثلاً بالتصوير مثلاً في كتير عنا مواقف حلوة بنضحك فيها. نعم. يعني بنخلق أوقات مثلاً كيف عنا فورير، هول المواقف مثلاً حلوين. يعني انت كنت عم تصور مثلا مشهد يعني هلا مؤخرا احنا عم وقت صورنا فيلم على مفرق الطريق، فعنا كثير مشاهد هيك مواقف مضحكه، كنا عم نصور باخر الليل 3 4 الصبح انا وجوليا صار بكيتا وتلاميرنا مكرزل كنتي يا كرم، قد ما تعبنا وقد ما كنا عن جد كثير تعبانين صرنا كنا واحد يطلع على الثاني احنا عم نصور نفرط من الضحك. يعني صرنا عدنا المشهد يمكن مو بعرف قديش
ما نقدر نطلع بوش بعضنا أن كنا تعبين عم نصور من الضحك، فهول مواقف حلوين تحملهم معك بس يخلص الفيلم أو بس يخلص العمل، بضلهم موجودين تتذكرهم بطريقة حلوة وبضلهم رافقينك هيك، هول قصص حلوين. وغير كثير من المواقف يعني كمان مثلا مع الممثل السوري جمال مرات، كمان وقتها كنت عم صور أنا وياها كمان عمل كمان على مروة جروب، فكمان وجمال تربط فيها صداقة كبيرة كثير. فكل ما كنا عم نطلع ببعضنا بالتصوير قد ما كنا نكون تعبانين كمان نضحك. مرة تصممنا بالتصوير أنا وياها فبدل ما نوجع ونحن على الساعة 5 على المستشفى بصفها، بدل ما نوجع كنا عم نضحك كل الوقت. فهو المواقف اللي بيرفقوك بتصويرك هو المواقف تحملهم بكل حياتك بدلهم عالقين بذكرتك حلوين. صح. العالم ما بيشوفوهم بس أنا لما أحضر هالعمل بتذكر هالمواقف المضحكة يعني صراحة. أكيد حلو. طيب موهبة أو هواية بعد ما حدا بيعرف عنك؟ هواية أو موهبة؟ أنا قلت لك كثير بحب السفر صراحة، السفر عندي شغل كثير كمان مهمة. بالهوايات موهبة لا هيك هواية إذا بدي أحكي موهبة الأهون يعني بتصير لي هي أكثر موهبة ربنا أعطيني إياها. بحب الطبخ، بحب أطبخ. حلو. بحب أطبخ هيك يكون سبيسيال بالطبخ، وبحب أنا زين القصص يعني إذا بدك تزيين أو القصص هيك فيها ديكوريشن كثير بحبها وما حدا بيعرفهم غير ناس مقربين مني بيعرفوا إنه أنا دائما بياخذوا رأيي إذا عم بيعملوا شيء أو بدهم في شيء خاص بالديكور. كثير بحب الديكور، كثير بحب الديكور. حلو. إذا كنت كائن حي غير الإنسان شو كنت بتكون وليش؟ بحب العصفور لأن العصفور هيك بتحس كثير عنده حرية كثير كبيرة. في نوع معين؟ محل محل لا لا بحب إذا بدون هيك بس العصفور بالمطلق، لأنه أول شيء دائما بسمعك نسمع ولا مرة بشوف شيء بالعصفور شيء مش حلو دائما ليحكيك بيغرد يعني بيعطيك شيء حلو بيعطيك بيفرجيك الحرية. أنا بالنسبة لي الطائر هو مثال للحرية للهيك لأنه أنت حر طليق وما كنت عم تروح محل ما بدك، دائما بتسمع الناس اللي حواليك القصص الحلوة هيك من هيك استعراض هلا ما فكرت فيها أكثر من هيك يعني. طيب لو ما كنت اليوم بالوسط الفني شو كنت بتختار مهنة وليش؟ هلا أنا هيدي ما كنت متوقع إنه تقلي إنك أنت فيزيوثيرابي. طب تنخرج من هالمهنتين مثلا إجمالا لك إجمالا الوسط بيعرف إن كان بالوسط الفني ولا وراء الوسط الفني كله بيعرف إنه أنا معالج فيزيائي إلى جانب شغلي كممثل يعني أكيد بحب هول يعني أنا بالنسبة لي أنا نقيت الشيء اللي بحبه صراحة. يمكن إذا بدي نقي بعد غير شيء يمكن طبيب أطفال، بحب كون طبيب أطفال، بحب العلاقة مع الأولاد هيك الولد ما بيعرف يكذب عليك، الولد دائما بيقول اللي بقلبه، بحب هذه العلاقة مع الولد. حلو. بس إنه أنا كمعالج فيزيائي كثير بحب مهنتي كثير بحبها وكتمثيل عندي شغف لا يوصف للتمثيل، ما بحب اسميها مهنه لانه بالنسبه لي هو شغف وحب اكثر من هو مهنه. طيب عباره بترددها دائما؟ يا رب سلمك لحياتي كل نهاري. هاي العباره بحبها كثير يعني بحب انه دائما شو ما اعمل بحياتي دائما جد حالي من ايدين ربنا وامنا مريم عذراء يسوع. نعم. بحس حالي بمحل هيك بامان اكثر. فدائما بقول يا رب انا دائما بتكل عليك، هذه الشغله دائما بقول مثل ما الله بريد، هذه الشغله ترفقني يعني دائما في دنيوياتي او بحياتي، هذا شيء كثير مهم. لان الاتكال على ربنا اول شيء بيعطيك فرح بيعطيك سلام بيعطيك استمراريه، بتحس حدا عم يدعمك يعني غير الناس حواليك اهلك واصدقائك بتحس دعمك زي محل كثير عالي مرافقتك بحياتك. حلو. طيب وصف الحياه بكلمه او عباره؟ حياة يوم لك يوم عليك. حلو. حبيت. طيب انت من النوع اللي بيسامح بسرعة؟ الحياة ما بتحرص، انا اذا زعلت من شخص او حدا اذاني بضل ظهري بكفي طريقي.
طب وقف يعني ما بضيع وقتي صراحة، ما بتستاهل يعني. بس انه ممكن بعدين انا شفته احكي معه عادي، بقول له انه زعجت منك، بس ما كره، ما بحب الكره، انا ما بكره اكيد لا، ما بكره يعني، رغم انه يعني اوقات بتنجرح او بتنأذي كثير اشخاص بيأذوك في حياتك، ما بكره يعني. الكره صفة اذا بدي اقول مؤذية، بس بقول له انه انت زعجت، ما يعني ما بسكت على حق الموضوع ابدا يعني ابدا، بقول له زعجت. بس انه ما بتحلل الدنيا لحد يكره، لا لا، انت كمان عم تحمل اللي حقلك، انت اذا كرهت الشخص او قررت انك تكرهه عم تعطي لزقه اوقات للشخص الثاني، ما بعطي هذا اللزق انه هو فكر انه انا بكرهه، لا بالعكس، اذا سمحته فانت بتفرجي انه انت اكبر من انه انت تكرهه، يعني بالعكس بتعلي حالك اكثر، يعني بتعلى، بس المسامحه هي بتعليك ما بتنزلك، يعني هذه صفه كثير ثقيله صراحه، مش يعني انت عم تعلي حالك مش عم تنزل. شادي حداد، سررت باستضافتك كثير، الكلمة الختامية لك تفضل. وأنا كمان كثير مثل لك إلي، بس على الجد حلو كثير هيك الواحد أوقات بيطلع على بيعمل على جد على كل مسيرته الفنية والحياتية، أوقات هيك أوقات الواحد بقصص من بدون ما يطلع فيها. بدي أقول الحياة كيف ما كانت، نحن عم نقطع بظروف كثير صعبة، بتمنى هالغيم السوداء اللي عم نقطع فيها لبنان تقطع، يمكن صعبة يمكن من أصعب الأوقات اللي عم يقطع فيها لبنان، بس بدي أقول إنه لازم ما نفقد الأمل، ما نفقد الإيمان بربنا، لأنه قد ما غرق لبنان هذا البلد مش عليه يسوع المسيح وإن مريم العذراء ومحمول من القديسين ما رح يركع، لبنان ما بيركع لأنه لبنان حاملينه في قوة إلهية حاملته. وقد ما قشط وقد ما حاول يكسروا هالاقزام يلي عم تدير هالبلد يلي عم تطبق اجندات خارجيه لتكسر اللبنانيه وتذلهم اكثر واكثر، رح اقول لهم في عداله بالسماء كثير كبيره، اذا عداله الارض يلي هي ما قدرت اخذت حق كل شخص لبناني منا، ان كان من خلال انفجار المرفق يلي روح كثير شهداء او روحنا نفسيا او روح ارزاقنا، في عداله بالسماء رح تاخذ حق كل شخص منا ظلم انسان اخر، رح اقول ما رح نفقد ايمان، قد ما صار فينا رح يضل عنا ايمان بربنا وبهالبلد ما رح نفقده. نعم. شكرا لك الي على الاستضافه، وانا كثير فرجت بالمقابل. انا كثير انبسطت كمان، كان الحديث كثير حلو، عم بستمتع بكل كلمه وبكل خبريه. You know, man.